سلام عليكم، يومكم معكم رايد فيديو جديد، واليوم عدت لكم بتصريحات أودا الجديدة اللي جاءت في اس بي اس المجلد 97. كما تعرفون الاس بي اس لا يحمل اشياء كبيرة، غالبا يكون اسئلة واجوبة غير جدية بين أودا والمتابعين، رسمات يطلبها الفانز، اشياء يقدمها الفانز لأودا، لكن مرة على مرة يضع أودا بعض الاشياء المثيرة مثل الاس بي اس اللي حنتكلم عليه اليوم ان شاء الله. كالعادة قبل ان نبدأ لايك، خلونا نشوف اكبر عدد ممكن ان نصل إليه من اللايكات، كذلك اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل جديد. حسابي على انستغرام موجود تحت في الوصف، إذا حبيت تتابعني فمرحبا بك. أما الآن خلونا نبدأ. كالعادة شكر كبير لإيمون وسكوتش، حساباتهم موجودة تحت في الوصف. نبدأ بشيء ساخن منذ البداية، حيث يقول أودا الجزء الأكبر من مغامرة لوفي هو ما هو الون بيس. حاليا أركوانو ترتفع حرارته بشكل كبير، إن خرج لوفي من هناك سليما فهذا سيؤدي إلى تطور عالمي بقصة مثيرة لم يقرأها أي أحد من قبل، لأني سأرسم أعظم حرب عرفها التاريخ والتي ستكون ممتعة جدا. القصة تتجه نحو نهايتها، ولكن سأرسم وانو بكل ما لدي. معالم التصريح واضحة جدا. أول نقطة بأن وانو مثل ما وعدنا سابقا راح تكون نارية أسطورية، ووعدنا بشيء آخر بأنه سيرسم بكل ما لديه، يعني كل جهد عنده راح يحطه في أرك وانو ولن يدخر أي شيء. كما تعرفون وانو تمثل اليابان، بلاد السيد إيتشيرو أودا والبلاد اللي قاعد يصدر منها الون بيس وكل المانجات الأسطورية الأخرى، فواضح جدا بأن هذا الارك يجب ان يرسخ في اذهان كل شخص متابع لهذه المانجا لانه يمثل بلاد الكاتب. ثاني شيء بأن اودا اعطى هالك من الاخر، سارسم اعظم حرب عرفها التاريخ. هناك من يقول تاريخ ون بيس، هناك من ترجم وقال التاريخ بشكل عام. اودا لا اعتقد بانه سيصنف اعماله على انها الافضل في العالم، لانه دائما ما يتواضع ويرشح اعمال اخرى بدل ون بيس، فاعتقد بانه يقصد اعظم حرب في تاريخ ون بيس، وهذه عنده كل الحق في قولها. لكن الناس حاليا راح ترفع املها وتنتظر فعليا اعظم حرب في تاريخ المانجات والانميات وكل شيء على الاطلاق، لانه اودا جماعة الخير لما يتحرك ويقول شيء فانه لا يقوله من فراغ. فلذلك من وانو وانتقل الى نهاية القصة راح تشوفوا نسق متصاعد لم يسبق لكم ان رأيتموه على الاطلاق. احداث، قتالات، اكشن، دراما، غموض، كشف اسرار، يا ولد كل شيء راح يثبت لك فعليا لماذا سمى هذه القصة بالون بيس، القطعة الوحيدة التي تجمع كل شيء. هناك جزئية مثيرة عندما قال إذا خرج لوفي من هناك سليما، لا أعرف إذا قالها بسبب أن لوفي راح يكون في موقف حرج جدا وراح يطلب الأمر مساعدته لكي يهرب من وانو. أعتقد بأنه هذا هو السبب الوحيد اللي خلى أودا يقول هذا الشيء، لأنه مستحيل أن يخدعك بأن لوفي سيموت لأنه بطل القصة وفات النبوءة ولا شيء يستمر بدونه. حتى الطفل الصغير عمره 10 سنوات يتابع المانجا يعرف بأن لوفي سينجو وسيهزم الشرير الكبير اللي هو كايدو. وكذلك أودا قال لك بأنه ماهية كنز الون بيس تعتبر جزء من مغامرة لوفي، يعني هناك جزء آخر بعد أن يعرف كل الأسرار ويتجه لكي يقوم بإسقاط الحكومة، وهناك سنشهد الحرب اللي تكلم عنها. الآن سنقوم بتخفيض الرتم شوي ونتكلم عن بعض التفاصيل البسيطة. هذه صورة سأعرضها لكم الآن لتشوبر وهو بعمر 40 سنة و 60 سنة، واحدة لو كان قرصان والأخرى لو كان حيوان مدني عادي مثل ما كان يفعل مع شخصيات أخرى كثيرة مثل زورو وغيرهم. يقول أودا كذلك بأن فواكه سمايل مثل المقامرة، فقوتها تعتمد على كل استهلاك، بعضهم لا يعودون إلى الشكل الإنساني وبعضهم تظهر قدراتهم بشكل مختلف مثل هولدم عندما حصل على الأسد في البطن، لأنها فواكه غير مستقرة، واحد يصبح حيوان، واحد يصبح نصف إنسان نصف حيوان، واحد تنجح معه بأنه يكون إنسان عادي لكن قادر يستخدم قدرة في جسده وقت ما أراد. وكما تعرفون هذا الشيء اللي خلى جيش كايدو ينقسم إلى ثلاث أقسام: البلاجرز اللي لم يتمكنوا من حصول على أي قدرة من أكلهم لفاكهة سمايل، الجيفترز الذين حصلوا على القدرة وفيهم أنواع ذكرناها قبل قليل، والويترز اللي قاعدين ينتظروا من أجل أن يقوموا بالمقامرة مع هذه الفاكهة. أودا قام برسم أشكال وأسماء وأطوال فرقة كوروزومي أوروتشي للنينجا اللي هم الأونيو وبانشو، وبدون أن أطيل كلام وأعطيكم طول كل واحد فيهم راح خليكم صورة الأسماء
الآن، قم بإيقاف الفيديو، اقرأهم إذا حبيت وبعدها كمل معي. يقول أودا بأن رأس نائب الأدميرال ستروبري أكبر من رأس فكوروكوجو، ويقال بأن رأسه يكبر كلما شعر بالحزن. هذه أول مرة صراحة أسمع بهذه الشخصية لكنها مثيرة للاهتمام. المؤلف أودا مثلما رسم سابقا سيوف زورو، الآن قام برسم قبعة القش لو كانت إنسان. وهذه الصورة أمامكم، أودا محشش بشكل كبير لكنه فسر تلك الأضرار والضربات على أنها اللي جت من باقي في بداية القصة، لو تذكروا أول قتال جمعه مع لوفي. هناك جزئية رائعة جدا عجبتني بشكل كبير قام بها أودا، بأنه عدل في شكل فاكهة بيج وان اللي ينتمي للطائرين الستة. كان عنده ذيل عادي لكنه بعدها رسم الذيل بطريقة مختلفة وأصبح عريض، لأنه هناك اكتشاف جديد من العلماء في حياتنا الواقعية قبل فترة بخصوص هذا النوع من الديناصورات. لكن أودا اندهش بأنه الكثير قد لاحظ هذا الأمر، لأنه لم يتوقع أن يلاحظ أي أحد، وقال بأنه عالمنا يتطور بشكل مستمر. نفس ما فعله أودا مع الأوني وبانشو فعلها الآن مع الطائرين الستة، أسماءهم، أعمارهم، أشكالهم، وكذلك أكلتهم المفضلة. سأترك لكم الصورة مرة أخرى، إذا حابين تقرأوها أوقفوا الفيديو وبعدها كملوا معي. هناك سؤال جالي أودا في الأس بي أس، قال له في المجلد 96 قدمت أعضاء روجر ومنهم نوزدون، لكن تم تقديمه في كتاب الأزرق العميق باسم سيغول، ماذا أفعل الآن؟ أودا قال انتظر. ماذا؟ حسنا، إنه نوزدون ذو مسدس النورس، والنورس معناه سيغول. أودا بعدها بقى متردد شوي وقال في الحقيقة يمكنك مناداته كما ترغب أو يمكنك نسيانه. جماعة خير، لا تحسبوا أودا على أي شخصية يعني، لأنه في النهاية طاقم روجر القليل منهم فقط يفيدنا في القصة. الآن خلونا نعلي الرتم شوي ونتكلم عن جزئية أخيرة مهمة جدا تكلم عنها أودا. أودا تكلم مرة أخرى عن النهاية لكن الآن بطريقة مختلفة، قال بدلا من القول بأن السلسلة سوف تنتهي، سأقول بأن الأمر الأكثر إثارة من مغامرة لوفي قد انتهى، قصة ما هو الون بيس. يعني باختصار كما قلت لكم قبل قليل، القصة مقسمة إلى جزئين. الجزء الأهم اللي هو الوصول إلى الون بيس ومعرفة كل شيء حول العالم راح ينتهي بعد 4-5 سنوات، يعني احتمال القصة راح تمتد أكثر لمدة سنة سنتين نحصل فيها على الحرب الأخيرة. يعني باختصار المحرر لما قال بأن القصة مستحيل أن تنتهي في 5 أو 6 سنوات وأن أودا سيحتاج وقت أكثر لم يكن يكذب. يعني أودا أعطانا تصريح لكن لفق فيه شوي بحجة أنه يريد أن يحمس الناس على النهاية. يعني تابعوا وانو لم يبقى أي شيء 4-5 سنوات تبدأ أنت تنتظر حتى يشد الناس معاه، لكن هذا ليس ترويج رخيص، لا بل أودا سيشدهم حتى يكملوا وانو وبعدها خلاص. قال بأن العالم سينقلب رأسا على عقب ورح نصل إلى أشياء مجنونة جدا، فالمتابع لما يصل إلى هذيك الأشياء بعد سنة سنتين أوتوماتيكلي رح يكمل القصة إلى غاية الون بيس والحرب الأخيرة وأشياء كثيرة جدا. ما زال يا جماعة الخير، ما زال مطولين، ما زال. وكل هذا كان إجابة عن سؤال جاءه من أحد المتابعين، قال له كيف ستكمل القصة في 5 سنوات؟ صديق لي بدأ يبكي وقال بأنه النهاية قريبة، فقال له أودا 5 سنوات نكمل الجزئية المهمة، لا زال هناك تفاصيل أخرى مثل أعظم حرب في التاريخ راح ترسم بعدها. فابتسم وابتهج، ما شاء الله أودا يبهج الناس بإطالة القصة، الله على أخلاقك يا فخر اليابان. وبما أننا تكلمنا عن النهاية، سكوتش قام بنقل بعض التصريحات الجميلة جدا اللي حاب أشاركها معاكم، وهي عندها علاقة بتصريحات اليوم. أودا قال في سنة 1999 العالم بأكمله سوف يضطرب بشكل عظيم في الأرك الأخير، وقال كذلك شيء واحد يحفزني على رسم ون بيس هو أني أريد رسم الأرك الأخير، أنا أتصور بأنه سيكون مذهل وسيجعل أرك مارين فورد يبدو وكأنه ولا شيء. وقال في سنة 2012 قبل 8 سنوات شعرت بأنه أرك مارين فورد رحلة جانبية بالنسبة لي، لم أتوقع بأن يحظى بشعبية ضخمة، لذلك لا أعرف كيف سيستقبل القراء هذا، لكن الأمر الذي أعتقد بأنه سيكون مثير هو الفصل الأخير أو الأرك الأخير، حتى نصل لذلك أود أن يبقى معي أكبر عدد ممكن من المعجبين، ولهذا قال لهم النهاية بعد 5 سنوات حتى يجيبهم لعنده ويخليهم يكملوا ويفاجئهم ويصدمهم. وفقط يا جماعة خير كانت هذه هي أهم التصريحات اللي جاءت في الأس بي أس. إلى حد الآن كل شيء مسرب، فممكن مع النسخة الرسمية راح نشوف أشياء أخرى، لكن لا أعتقد بأن هناك شيء مهم جدا قد غفلوا عن تسريبه. الفصل الأول من مانجا إيس نزل باليابانية في انتظار الترجمة، راح نتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل. كذلك مقابلة أودا القادمة في الكالر ووك التاسع، وأيضا فيديو رواية إيس قادم لكم إن شاء الله غدا أو بعد غد. يا جماعة تخيل جيتكم أشياء رهيبة جدا في هذه الفترة، فتأكد من أنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى لا يفوتك أي جديد في عالم ون بيس. في النهاية أتمنى
أتمنى بأن الفيديو قد أعجبكم. لا تنسونا كذلك باللايك ونشر المقطع في كل مكان. وإذا ما شفت الفيديوهات السابقة على قناتي أدخل فرجها واستمتع. كان معكم اليوم أريون كرايد. يلا سلامة.